سلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى جايبه لكم حاجه حلوه قوي، حاجه تفرحكم، حاجه اول ما تشوفوها كده تحس ان انتم فرحانين فعلا. احدث تشكيله فساتين زفاف وخطوبه وكتب كتاب وريان فتحه وسواريه موجوده عندنا في الفيديو النهارده، والاسعار ايه؟ تحفه فعلا، اسعار انتم مش هتسمعوها في الزمن ده خالص وفي الوقت ده خالص. عائشه بوتيك في محافظه بورسعيد، مول سفاري الدور الاول، عندها تشكيلة كبيرة جدا من فساتين الزفاف والهاند ميد كمان، عندها تحفة. انت هتتفرجوا على شوية فساتين للزفاف ولكتب الكتاب وقرآن الفاتحة، بجد حلوين جدا جدا. وكمان ما نسيتش الأطفال أبدا، البنات والولاد، عندها تشكيلة كبيرة كل الألوان للبنات وكل الأعمار من سن المواليد لغاية السن المحير، هتلاقوا كل ده. أنا بوريكم هنا المجموعة الكبيرة، المحل ما شاء الله والمكان كبير جدا، البوتيك مكان كبير جدا جدا، عارضة فيه شوية فساتين تحفة بجد. شايفين دي كلها موديلات البنات، أشكال وألوان حلوة جدا، ما سابتش لون إلا وجابته. كل الألوان الترند الموضة اللي طالعة السنة دي جابتها كلها، ما سابتش منها أي حاجة. وعاملة برضو شوية عروض برضو مش هتسمعوها غير عند عائشة بوتيك. لازم تكملوا الفيديو ده للنهاية علشان تعرفوا العروض اللي هي عاملاها على فساتين الزفاف، وعلى كمان عرض الصحاب وعرض الإخوات، كل ده هتشوفوه في فيديو النهاردة. أنا اسمي كريمة علي، لو أنت أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم. ما تنسوش يا جماعة تعملوا الإعجاب، لأن الإعجاب ده هو اللي بيوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. وكمان عايزاكم تقترحوا عليا تحبوا أصور لكم إيه تاني موجود في بورسعيد، عايزين تتفرجوا على إيه، عايزين تعرفوا إيه أسعار أي حاجة أنا هجيبها لكم، عايزين تعرفوا أي حاجة أي معلومة عن بورسعيد قولوا لي وأنا أصورها لكم وأجيبها لكم على طول. النهاردة بقى جايبة لكم شوية فساتين زفاف وسواريه لقطة، أرخص سعر موجود في مصر، وعرض الصحاب وعرض الإخوات اوعى تنسوه. متلاقوش يا جماعة، الفساتين عند عائشة بوتيك بتلبس كل الأحجام من أول 50 كيلو لغاية 200 كيلو، أي كان بقى، فستان سهرة، فستان العروسة، فستان الزفاف، فستان الخطوبة، فستان كتب كتاب، أي فستان موجود عندها، حتى فساتين الأطفال برضو بيلبس كل الأحجام وكل الأطوال كمان. حتى المنقبات ما نسيتهمش برضو في فساتين الزفاف والنقاب بتاعهم كمان، وهتلاقي الأحذية والتيجان كمان بيتأجروا عندها، تاخد الطقم كامل. عائشة بوتيك في محافظة بورسعيد، مول سفاري الدور الأول، وده رقم تليفونها لو حد محتاجة في أي حاجة أو يحجز عندها يكلمها على طول. السلام عليكم، قولي البوتيك اسمه ايه؟ عائشة بوتيك. عائشة بوتيك، ماشي تمام. احنا في عائشة بوتيك في محافظة بورسعيد في مول سفاري اول دور. زي ما انتوا شايفين بقى في الافراح ما شاء الله، في السواريهات اهو، ماشي، هنشوف كله وبعدين هنيجي على حاجة حاجة. في الخطوبة كتب كتاب، شايفين ما شاء الله ما شاء الله كبير جدا، عندها مجموعة كبيرة جدا، كمان الاطفال مش ناسياهم. السواريهات برضو اهي، الاطفال مش ناسياهم خالص، اطفال وسن محير، حط الوان كتير منهم، شايفين كل ده اطفال، وكمان شايفه اولاد كمان، صح عندكم بيت الاولاد؟ ايوه، اه بيت الاولاد كمان برضو موجود عندها، ماشي تمام. هنبتدي بقى ما شاء الله بفستان الفرح، عقبال كل عروسه كده ما شاء الله تتهنى وربنا يهنيها. عايزه اوريكم التفاصيل عامله ازاي، شايفين؟ شايفين بقى التفاصيل دي عامله ازاي، ما شاء الله فستان تحفه ما شاء الله، جميل جميل. التأجير هنا من كام لكام مثلا؟ في عرض، اه عاملين عرض كمان حلو جدا، اي فستان ب2500 والهاند ميد ب4. يا سلام، يعني في فساتين دلوقتي ب2500؟ طب حلو جدا والله، يعني الفستان اللي قدامي ده عامل 2500؟ أربعة عشان هاند ميد. عشان هاند ميد، ايه الهاند ميد؟ الشغل ده عايزه تقولي لي الشغل ده كله هاند ميد؟ يعني الشغل ده كله يا جماعه كده هاند ميد، شايفين؟ اه، لكن عندك ب2500 برضه. اي فستان عادي ب2500، الهاند ميد ب4. حلو قوي ده برضه على فكره، شايفين ده عامل ازاي؟ 4 وفي كلام ولا ده العرض؟ شايفين الكم بتاعه؟ ده العرض، وكمان ليه من ورا له ديل طويل اهو، ماشي، هي طبعا لما ماشي، بس فستان تحفه ب4000 جنيه، يعتبر حلو على فكره جدا. حلو قوي. وابو 2500 ده اللي هو يبقى ايه؟ معلش هتعبك؟ لا
بس انا بصوا يعني انا بحب ايه اللي يجي يبقى عارف الاسعار هنا ايه يعني فهماني. يعني يجي يقول لك انا عايز العرضه ب2500 عايزه ب4 كده يعني اسعار يا جماعه حلو قوي. يعني احس ان احنا بنشتغل في اسعار حلوه جدا بجد. انا بسمع يعني ايجارات دلوقتي 8 و10 واسعار رهيبه بصراحه. ده ب2500 يا سلام تحفه تحفه والله تحفه. شايفين ده عامل ازاي ب2500؟ شايفين تحفه والله. ثواني خليكي شويه كده عشان وشك ما يبانش. شايفينه عامل ازاي ب2500 يا جماعه؟ ده ما شاء الله تحفه 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 بجد. الله ينور. جميل جميل يا حبيبتي. ماشي تمام. شايفين يا جماعه المستوى عامل ازاي؟ شفتوا مستوى العرض عامل ازاي؟ 2500 و4 بجد حلو. انا شايفه الاسعار حلوه جدا بجد. عندنا برضو فساتين الخطوبه بسم الله ما شاء الله. شايفينه عامل ازاي؟ طبعا الوان زي ما انت عايزه بس لون الجري ده اللي طالع موضه. جميل جميل ما شاء الله. عامل كام بقى مثلا؟ بثلاثة. ماشي. عايزين بوريكم انا التفاصيل برضو. عارفين بحب اوريكم كل حاجه. وشك هيبان اطلع ارفع شويه سنه تقيل عليكي. معلش اهو خلاص اهو خلاص تقيل عليها بجد. بس شايفينه عامل ازاي ما شاء الله حلو قوي. ده عرض برضو ولا في كلام؟ لا في كلام. ده في كلام تمام. لكن العرض عندك اللي هو ب2500 و4 صح؟ تمام. ماشي يا حبيبتي تمام. ايه تاني يا قلبي؟ ماشي يا حبيبتي. كل دول يا جماعه خطوبه. شايفين حاجه زي كده لو حد عايز تول. الله لو حد عايز تول. الله. شايفين التول بقى عامل ازاي؟ لو حد عايز تول بقى وبيحب التول شايفينه عامل ازاي؟ جميل. الشغل كله من فوق اهو. شايفين الورود اللي كلها من فوق دي باللولي بتاعها وبعد كده التول جديد على فكره وحلو قوي. والكم بتاعه كمان جميل. ده يعمل كام ده؟ 1500. خطوبه ب 1500؟ والله انتوا اسعاركم حلوه بجد صح. ما حدش قال لكم قبل كده اسعاركم حلوه؟ ده كام كتاب؟ فظيع. ده فظيع والله. ده تحفه. ايه الحلاوه دي؟ ده كاتب كتاب مش زفاف. ممكن يبقى زفاف على فكره صح. جميل. هتشلي ما تشليش اتنين ايديك يا قلبي. ايديك هتتعبك. شايفين ده؟ اه ده كاتب كتاب. ماشي تمام. جميل. هيعمل كام ده؟ ده عامل 1500. 1500 برضو؟ يعني اي حاجه كاتب كتاب هنا ب 1500 ولا ده اعلاهم ال 1500؟ يعني بيبقى في كلام. بيبقى في كلام كمان. جميل زي الفل. كل ده يا جماعه تمام يا قلبي. تمام يا حبيبتي. كل ده يا جماعه اهو كاتب كتاب اهو ما شاء الله. بتقول لك بادئ من 1500. يعني سامعين الاسعار؟ يعني بيتهيألي ده ارخص اسعار فساتين كاتب كتاب وزفاف في مصر كلها مش في بورسعيد بس. بجد اسعار حلوه. وكمان شايفين الالوان التول برده اهو. اللي عايز التول يعني جايبه من الموديل التول كذا لون. واخدين بالكم انتم من الحكايه دي؟ شايفين الكشمير الاصفر الفاتح جدا. الاخضر برضو الفاتح خالص الجميل ده. حلو ما شاء الله تمام. الله ينور. كل ده طبعا زفاف بقى. السورهات بقى تمام. قطيفه اه من تحت قطيفه اه تمام. ماشي تمام. مش عايزك تشيلي كذا حاجه ايدك هتوجعك. ده الستان برضو. ماشي تمام اهو. شايفين ده كل ده سورهات يا جماعه. برضو ده سوري جميل. ده حلو برضو. وفي كلام؟ اه. طب حلو قوي حلو قوي. بيعجبني بقى لما بروح لحد يقول لي في كلام دي بجد. شايفين ده برضو حلو اللون ده اللي هو البيبي بلو ده صح؟ جميل. اللون حلو قوي. وبرضو مقاسات كبيره. يعني لو حد مليان بقى شويه ولا حاجه هتلاقي عندك صح؟ ايوه ايوه. مقاسات كبيره برضو عادي. ده لونه ايه ده؟ ازرق ده ولا موف ولا ايه؟ ده زهري كده صح؟ اه. ماشي تمام. التأجير يا جماعه 400 جنيه وفي كلام. ماشي. شايفين ده بقى قطيفه اه. واخدين بالكم؟ يعني شايفين اللي فوق حاجه السدر حاجه ومن تحت قطيفه. هي بتقول لنا فوق ستان او قطيفه او تل بتقول لنا عليه. طب حش من ايدك. حش من ايدك عشان هيبقى تقيل عليك يا قلبي. انا عامله عليكم والله. ده تحفه ما شاء الله. ده الستان الساده ده يا جماعه. شايفين بتقول لك اي احجام هيمشي. اي فستان اي موديل انت عايزاهم من دول هيمشي على اي حجم فيه صح كده؟ اه. ماشي. شايفين اللون اللبني ده جديد قوي. اللون اللبني ده يعني حاسه ان هو ما حدش بيلبسه كتير صح؟ حلو قوي اللون اللبني الفاتح ده. ده ينفع ريان فاتحه بقى او سهره سواريه عادي صح؟ ماشي تمام. توريني ايه؟ حاجه على الاطفال؟ الاطفال يا جماعه بصوا عندها تشكيله كبيره من كل الالوان. شايفين؟
كل الالوان. يا سلام، حلو اللون ده، وده كمان جميل، ده جميل، ده راقي كده، ده راقي قوي، ده جميل خالص. يا سلام على اللون النبيتي. هو ب 200 من اول 200 من اول 200 التل بقى ده. ايدك ايدك حشو من ايدك. ماشي، شايفين ده عامل ازاي؟ ماشي. للاطفال سكر، شايفين كمان الولاد ما نسيناهمش اهو، الطقم بيطلع كله بقى صح؟ تمام. ولو بنات بقى ماشي تمام. بكام الولاد بادئ من عندك؟ من 200 200. قولي لي السورهات بقى، بيطلع معاه الطرحه، بيطلع معاه ايه؟ بيطلع معاه البادي، لكن طرحه لا. انا شايفه كمان ان انت عندك تأجير احذيه وتاج صح؟ ايوه. شايفين يا جماعه كمان، يعني انت تاخدي من هنا كل حاجه وانت ماشيه. الاحذيه اهي كمان موجوده، شايفه التاج كمان ممكن تأجريه من هنا وانت ماشيه. الحلق، الخاتم، طب والله كويس، كل الاكسسوار كمان موجود. حلوه الحكايه دي. الكلام ده شايفين برضو ده جميل حلو. ماشي. وفي كبات منتقبات، وفي كبات منتقبات والله. تمام، يا سلام، حلو. الوان كمان، ماشي تمام، يعني كل حاجه موجوده هنا ما شاء الله. شايفين المجموعه بتاعت الاطفال حلو قوي، الابيض ماشي، الكافيه ماشي كله. ده برضو سوارهات برضو جماعه، او قري فاتحه برضو هيمشي. شايفين كل ده، شفنا بتاع كاتب كتاب اللي هو بتقول لك بألف ونص باين صح؟ كاتب كتاب بألف ونص، والله العظيم انا شايفه بجد اسعار حلوه بجد ما شاء الله، الله ينور، اسعار فعلا حلوه. إيه، وما تنسوش عرض الزفاف يا جماعه، ما تنسوش عرض الزفاف. اي فستان 2.5 الهاند ميد ب 4، الزفاف اي فستان ب 2.5 الهاند ميد زي اللي معايا ده، زي اللي قدامنا ده، ب 4000 جنيه والله يا بلاش بجد. السواريه عرضه 300 جنيه، ده بص عروض عروض بقى يعني ما شاء الله بصراحه، ما شاء الله الله ينور. فستانين سواريه مع بعض 500 بدل 600، يعني اختين بقى مع بعض، اتنين صاحبتين مع بعض، الفستانين ب 500 بدل 600. الله ينور بجد بجد، الله ينور، شكرا يا حبيبتي. عايزين نقول برضو الاسم تاني، اتليه عائشة بوتيك، مول سفاري، محافظة بورسعيد، شارع 23 يوليو، أول دور، صح كده؟ تمام يعني. سيب لكم رقم التليفون، عايزين تتصلوا بيهم تستفسروا عن أي حاجة، أو عايزين تروحوا تايهين عن المكان، هم برضه هيوصفوا لكم المكان بالظبط، تمام؟ ما شاء الله بيجي لها الزباين كل شوية، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. ما شاء الله، اللهم بارك، بصراحة عندها مجموعة حلوة ورخيصة. عائشة بوتيك. عائشة بوتيك، ماشي اتفضلي. قولي لي بقى عائشة بوتيك، قولي لي ايه الفكرة اللي خليتك تعملي اصلا المكان هنا؟ شايفين كانت المكان كبير ازاي ما شاء الله؟ قولي. الحمد لله. هي كانت هواية من زمان عندي ان انا ارسم، اعمل ديزاينات. والله؟ كويس. ان انا اعمل باترون لاي حاجة، سواء بقى زفاف، سواء سواري او اطفال، اي حاجة. كويس. واخد فيها كورسات وحاجات من ديت. يا سلام. تمام. بس وبعد ما اتخرجت اشتغلت، فتحت بقى البوتيك واشتغلت. حلو. بس والحمد لله ربنا من عليا، كنت قافل محل صغير، بعدين ربنا من علينا بالمحل ده ما شاء الله. لا ما شاء الله المكان كبير ما شاء الله، وفي كل حاجه، في سوارهات، وشفت كتب كتاب، وشفت قران الفاتحه، والاطفال والولاد وكله، ما نسيتش حد بصراحه. في كل حاجه. الاسعار الحلوه بقى اللي انت عاملاها دي، والعروض الحلوه دي ايه بقى قولي لي؟ احنا عاملين عروض دلوقتي على الزفاف. اي فستان اي فستان زفاف عادي ب 2.5، ولو في هاند ميد حاجه شبه زي ده كده، ايوه، بيبقى 4000. 4000 يعني 4000 دلوقتي شايفه ان هو يعني هو على فكره بيبقى اقل كتير جدا جدا من سعر الفستان، من التكلفه. التكلفه لان اكيد الناس عارفه الهاند ميد بيكلف قد ايه. بس احنا مظبطين الاسعار عشان كمان الظروف الايام دي، وعشان العرايس وكده، فعملنا عروض يعني، قلنا نظبط الدنيا شويه. لا ما شاء الله، كتر خيرك بجد، ربنا يجازيك خير ويفرح الناس كلها. كفايه الدعوه اللي هم برده بيدعوها لك كده يعني بجد. احنا المكان هنا يا جماعه محافظه بورسعيد، مول سفاري، الدور الاول، صح كده؟ تمام، ماشي. رقم التليفون هنسيبه زي ما قلنا. تمام. اي حاجه، اي استفسار، عايزين تعرفوا المكان، تايهين، حد من بره بورسعيد كمان، اي حاجه، كلموها في التليفون، وهي على طول هتقول لكم حتى مواعيد الشغل بتاعكم ايه. مواعيد الشغل ايه قولي لي؟ احنا بنفتح كل يوم من 3 لغايه 12، من 3 ل 12 حتى الجمعه يعني، ما عندناش الحمد لله من 3 العصر ل 12. مفيش اجازات. تمام يا حبيبتي، ربنا يوفقك ان شاء الله. ماشي، شكرا. شكرا.
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.